وفي ذات الشأن نظم المجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية منتدى إدارة وتنظيم استخدام الأدلة الدوائية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة رحاب أحمد النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، رئيس قسم المشتريات بالمخازن المركزية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، وبداية ما هي أهداف منتدى إدارة وتنظيم استخدام الأدلة الدوائية؟ في البداية أود أني أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة، وأحب أني أعطي بس تعريف بسيط عن الأدلة الدوائية أو الدليل الدوائي. طبعا الدليل الدوائي هو قائمة مرجعية تحتوي على مجموعة من الأدوية المعتمدة والمتاحة في أي منظومة رعاية صحية. طبعا يستخدمون المؤسسات الصحية لتوجيه الممارسين الصحيين واتخاذ القرارات العلاجية. نعم. وأيضا يوفر الدليل الدوائي إرشادات حول استخدام الأدوية بطريقة آمنة وفعالة. طبعا الهدف من هذا المنتدى كان أن يجمع جميع الخبراء والمختصين من جميع دول العالم لمناقشة آخر المستجدات في كيفية إدارة وتنظيم الأدلة الدوائية، خصوصا مع توجه المجلس الأعلى للصحة لطرح مناقصة وطنية موحدة لجميع المؤسسات الصحية الحكومية. من خلال هذه اللقاءات والمناقشات تساعد طبعا المختصين في هذا المجال في توفير أدوية آمنة في المملكة بأفضل الأسعار، مع ضمان جودتها وفعاليتها المدعمة بالأدلة والبراهين والدراسات السريرية، وأيضا لضبط الموارد المالية والكلف. نعم، بالحديث أيضا عن توحيد الدليل الدوائي، ما أهمية توحيد الدليل الدوائي بين مقدمي الخدمات الصحية والمعنيين؟ نعم، توحيد الدليل الدوائي طبعا له أهمية كبيرة في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. من أهم الأسباب لأهمية وجود دليل دوائي موحد هو توحيد المعلومات بين جميع المؤسسات الصحية، أيضا لتحسين اتخاذ القرارات العلاجية، تقليل الأخطاء الدوائية، تسهيل التواصل والتعاون. بشكل عام نقدر نقول توحيد الدليل الدوائي يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة وتعزيز التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. نعم، هنالك أيضا آليات ونظم حديثة تتبعونها، فما هي أهميتها في تحسين سياسات وإجراءات توفير واستخدام الأدوية في المستشفيات؟ طبعا هناك في الكثير من الآليات والنظم الحديثة اللي تستخدم في هذا المجال، أهمها نظم إدارة الصيدلة الإلكترونية، نظم توزيع الأدوية الآلية، الروبوتات الصيدلانية، التكنولوجيا المحمولة. استخدام هذه الآليات والنظم الحديثة يساعد طبعا في تحسين السياسات وإجراءات توفير واستخدام الأدوية في المستشفيات، وأيضا تتيح هذه الآليات تحسين الكفاءة والدقة وسرعة العمليات المتعلقة بالأدوية. كل هذا طبعا يؤدي إلى تحسين السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأدوية. نعم، السيدة رحاب أحمد النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، رئيس قسم المشتريات بالمخازن المركزية، شكرا جزيلا لك.